يا مبدع الأكوان، يا خالق الإنسان، يا منزل القرآن، يا عظيم الكرم، اغفر لعبدك ما اجترم. يا واسع العطايا، تجاوز لعبدك ما كان منه من الخطايا. أي باب يا رب نقصد وأنت المقصود؟ وأي جناب نتوجه إليه غير جنابك وأنت الحق المعبود؟ ومن ذا الذي يعطي يا ربنا وأنت صاحب الكرم والجود؟ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تحسن إلينا، ونرجوك بصفاتك العلى أن تعلي بطاعتك ولزوم نهجك شأننا. تولنا بما توليت به عبادك الطائعين، واسترنا بسترك الذي سترت به عبادك المحبوبين، وكن لنا وليا، وكن لنا نصيرا، وكن لنا حافظا، وكن لنا مجيرا. يا من دعاه لكشف الضر أيوب، وأما نوح إليه وهو مغلوب، ويوسف الحسن كان البئر مسكنه، فرده ملكا والكيد مقلوب، وحول النار بردا للخليل كما أذهب الحزن إذ ناداه يعقوب. أنقذت يونس من حوت بدعوته، ها قد دعاك ببطن الهم مكروب. فإن تعذب فعبد أنت سيده، وإن عفوت فمنك الفضل مصبوب. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، كان أكثر دعائه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إني ذكرت محمدا فتتابعت صلوات قلبي قبل ذكر لساني. يا ساكنا قلبي وملء جوارحي، صلت عليك ملائك الرحمن. وحباك رب الكون جل جلاله لينا ومرحمة وحسن بيان: بأبي وأمي أنت يا خير الورى، يا مرسل بالخير والإحسان، هو قدوتي والقلب في شوق له، أدعو الإله لقاءه بجناني، أدعو الإله لقاءه بجناني. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.